حياك الله، عساك على القوة. عيالي الحلوين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم من القرية التراثية، ويسعدني أن أكون معكم اليوم في حلقة جديدة. بنتكلم اليوم عن الحصى، البيوت المبنية من الحصى واللون. وهذه البيوت مبنية من الحصى. الحصى يبونه يوم البر يجيبونه من البحر. حصى معاطين أو معايص، وساعات الطوفة يرفعونه فوق، وأحيانا يحطون هاي من الخوص وغيره يضر عليهم بعد. ونمشي به لين نوصل باب الحوش، يسمونه باب الحوش. عدل باب الداخلي غير مال الحجر، باب الحوش. باب الحوش هذه باب الحوش، شايفينه؟ ساعة يصير فيه درواز، يصعد دروازتين يصيرون فيه، وهذه صيغ برا يقفلونه هنا بيطلعون. واحيانا فيه بيبان فيه فركاله تبطله كذي وتبطل. بسم الله الرحمن الرحيم. عيال الله سبحانه وتعالى عطانا عقل. العقل هذه نفكر فيه، ميز الإنسان بالعقل، وما يصير نلغي عقلنا وما نفكر وكل شيء يقولون لنا نصدق وبس. لازم نفكر في الكلام اللي يقولونه لنا صح ولا لا. حتى وانتوا في المدرسة إذا الأستاذ سأل سؤال أو المدرسة سألت سؤال، هل رأسك استاذ 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 معلمة معلمة معلمة، والله أول نفكر نفكر صح. فالعقل هذه زينة الإنسان، يفكر في الخير قبل الشر. قبل لا يقدم على أي شيء ويسوي شيء لازم يفكر بعقله. عندنا اليوم قصة، قصة ثلاث عنزات، عنزة كبيرة وعنزة متوسطة وعنزة صغيرة. هم عايشين في غابة وخايفين من الذيب لا يأكلهم. قالوا بدل ما احنا خايفين ليش ما نسوي لنا بيت؟ قالت واحدة أنا بروح أدور وأشوف لي شيء أسوي منه البيت عشان لما يجي الذيب ما يقدر يأكلني. قالوا كيفكم؟ ليش ما نروح مع بعض؟ قال لا لا لا، كل واحدة تروح بروحها. ما اتحدوا مع بعض. العنزة الكبيرة راحت مني، والوسطية راحت مني، والصغيرة راحت مني. مشت العنزة الكبيرة تمشي تمشي تمشي، شافت ريال من بعيد. قالت له السلام عليكم. ولا عليكم السلام. قالت كان حاط حزمة من الجريد على كتفه. تعطيني الحزمة أبني لي بيت عشان ما يذيب وياكلني؟ قال تفضلي. أعطاها الحزمة وساعدها عشان تبني البيت. بنت بيت وربطت بالعبال زين ودشت سكت الباب وقفلتها. قفلتها. الذيب صار يمشي يمشي يقول اوه هذه بيت جديد اللي هني، بيت من جريد، من بيت هذه. عرف انه هو بيت العنزه الكبيره. يا الذيب يا عنزه. قالت نعم يا ذيب. قال لي بتطلعين عشان اكلك؟ والله انفخ على بيتك وطيره. الذيب ينفخ على البيت، خليه ينفخ. اوف ما طار البيت. اوف طار البيت. دش حق العنزه وكلها. احنا نروح حق العنزه اي وحده؟ متوسطه. وسطيتها تمشي تمشي تمشي، شفت ريال حاط على ظهره أخشاب ليحان. قلت الأخشاب هذه أقوى اللي فيه ما يقدر عليهم. ريال ريال تسمح لي تعطيني الأخشاب عشان أبني لي بيت عشان ما يذيب ويأكلني؟ قال له تفضل وأنا بساعدك. صار يبني معاه البيت بالأخشاب، ضربت بسامير وعدلت وربطت وسكت الباب. قلت
رحل فيني ما يقدر علي الذيب. قام الذيب حس شاف بيت غريب، قال ها اظن متي العنز الوسطي ولا الصغيرة في هالبيت. يا عنزة يا عنزة. قلت نعم بيت نعم. قال لي بتطلعين اكلك والله انفخ عليك واطيرك. قالت له بتنفخ انفخ، هذه من اخشاب ما يطير شيء. ذيب قوي اوف اوف ما طار اوف ما طار اوف ما طار اوف طار طار طار. وبعدين دش عليه الذيب وخذا هب هب هب. من بقت؟ العنزة الصغيرة. العنزة الصغيرة ها؟ العنزة الصغيرة شفت ريال حاط على ظهره حجارة. أي أقوى؟ الحجارة. الحجارة. قالت تعطيني الحجارة؟ قالت دعم وأبني لك. وسوت حجارة بيت من الحجارة. زين. وبعدين سوته وجلس داخل. سوت فيه دريشة صغيرة بعد وسكت. يذيب. يا عنزة يا عنزة. قامت بعدين جات العنزة وقالت له إذا بديش ما تقدر تدش علي في البيت. قال زين بنفخ عليك بطيره. أوف ما طار. 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 قال هذه ما أقدر أدش عليها، لازم أسوي أحلى حيلة عشان أدش عليها. قال لها عنزة ايش رايك باكر نروح نتمشى على الكورنيش ونشم هواء هناك ونشوفين الفواكه بعد. قالت هاي كنا بيقص علي. قالت له متى بتروح؟ قال انا بروح باكر الصبح. قالت له زين. هي لست من الصبح كلش وراحت على الكورنيش واستانست وياك وسكت عليه. يا عنزه يلا نطلع. قالت له انا طلعت قبلك ورحت وغيره. لا قال زين ايش رايك الليله نروح المعاريس؟ في معاريس خلي يطقون طبول واناسه خلي نروح نستانس. قالت له الساعه كم؟ قال لها الساعه 7. هي راحت الساعه 5 شافت المعاريس ولست فكت الباب. يلا يا عنزه نروح المعاريس. قالت رحت انا من زمان. قالت ايش اسوي فيها؟ ايش اسوي فيها؟ قالت ايش رايك تي تفضل عندنا باكر ان شاء الله نسوي لك غدا عنزه زين صغير تاكلها. قال زين. سوت قامت خلت جدر عود وحطت عند الدريشة وحطت فيه ماي وولعت تحت النار وصار يطبخ 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 وسكت الدريشة. هي قال ها بارزة العنزة الصغيرة؟ قالت لي بارزة. دش من الدريشة. قال لها مسقوكة. قالت زين. بطلت الدريشة نط داخل نط وانطح في الجدر. وا 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 وا. ترى العنزات الثانيين ما كلهم بس بلعهم وطلعوا وبطنوا. قالت لهم شوفوا انت ما طعتوني، لو احنا حاطين يدنا في يد بعض ومتعاونين كان ما قدر علينا الذيب. اللي يقول والله هذه اخر مره لازم نتعاون. هذه قصه الثلاث عزات اللي تعلمنا شلون احنا نتعاون مع بعض، نحط يدنا في يد بعض، عدل؟ زين احنا عندنا اشياء انا بنقولها تتعلموا منها. امثال شعبيه يقول اللي بيته من زجاج ما يرمي الناس بحصى. ايش معناها؟ اللي بيته من زجاج ما يرمي الناس بحصى. تفضلي. اعتقد ان اللي يعني بيته من حطب او حصى الناس ما يقدرون يخربون عليه، يعني ما يقدرون يكسرون بيته لانه قوي. بعد بنقول اللي بيته من زجاج ما يرمي الناس بحصى. اعتقد ان اذا البيت اذا كان قوي هو ما يطق ناس ولا يأذي الناس. تفضل. ان لا ترمي الناس بالحصى لان الناس بعدين بيطقونك على بيطقون البيت والبيت بينكسر لانه من زجاج. صح 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 هاي المعنى. زين مثل صفقوله. صفقوله يا سلام صفقوله حصى. والله مشجعه حصى عفي عليك. البيت بيت ابونا والقوم طردونا. متى يقال هذا المثل؟ أما بناتي هناك تحركوا. ها ولدي تفضل. إذا أنا كنت بروح بيت أحد وفي الناس اللي داخل طردونا. لا ها
البيت بيت ابونا والقوم طردونا، هذه بيت ابونا، شو الناس يطردون؟ ايش معناها؟ انا تفضلي. ان لازم الناس ما يطردونا من بيتنا لان هاي بيتنا مو بيتهم. صح. زين عندنا حين اشياء بعد حلوه. يقول ايلس في الفي. شنو الفي؟ سعود تفضل. معناته يعني إيلس في حجرتك، يعني لا تطلع منها والتي أبي الفي. ايش معنى الفي؟ في في النار. إيلس في الفي. لا مو النار. الفي الفي ها البيت. لا مو البيت. الساحة. لا مو الساحة. الفي اللي هو ها تحت ظل الشجرة. تحت ظل الفي هو الظل. الظلال للظلال نسميه الفي. زين خلينا نشوف هذه. خل بيزاتك في الشمس ويلس في الظلال. ايش معناها؟ ابي مو معها. شو اسمك ابوي؟ زينب. تفضلي زينب. ان بيزات اذا حطيتهم في الشمس ما يصير فيهم شيء، بس انت تتاذى من الشمس، متي لازم تقعد في الظل. يعني انت بيزاتك هذه خل الناس تشتغل، عطهم بيزات ويلس عباره في الظلال مرتاح، زين؟ شغل الناس، حطهم يسوون لك شيء. مثلا انت اخترب الليت عندك، تروح صالح بروها هات لك واحد يسوي لك الليت، حتى وانت مريح. انت حن كبير في السن ما تعرف تصعد على الدري مثلا، واخترب عندك البانك ولا المكيف فوق اخترب عندكم، شلون تتعلق وتطيح وتكسر روحك؟ هات واحد يشتغل لك. اول بيت بعد نفس الشيء، خلي حد يشتغل لك. زين اذا مو عاجبك طق براسك في الطوفه. يعني إذا مو بعاجبك طق راسك في الطوفة. إحنا مو بهمنا يعني، ليش يعني تقول رأيك إن هاي مو بحلوة ومريشة؟ يعني إحنا نبي هذه مو عاجبك كيفك، فيقول طق راسك في الطوفة. هاي مثل خليجي. إيش عندك بعدها؟ قراري مهم وأنا لازم أسوي قراري، إذا أنت مو بعاجبك عادي، أهم شيء إن أنا أسوي قراري. إيه بس إنك برناها طق راسك في الطوفة يعني كيفك والطريق أنا طريق. إيه صح، أنا قراري مقتنع فيه وسويته صح. يعني طق راسي في الطوفة، بس هاي وجهة نظري، أنت لازم تحترمها وأنت لازم تحترم وجهة. يا سلام على المنطق تصفقولها. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. زبار ما شاء الله عليكم كلكم حلوين. في شيء واحد الحين عرفتوه يعني انت وبعد ما يحتاج. يقول لك حصاه وزرت عن درب المسلمين. ايش يقصدون يعني؟ يعني ان الحصاه هي مشكله و اوكي خلاص. الحصاه شكارها يعني ما الحصاه ما له دخل في الموضوع، بس هو كمثل يضربون حصاه وزرت عن درب المسلمين. ان حصاه راحت عن درب المسلمين، خلاص المسلمين في حال والحصاه في حال. نبي توضيح اكثر. لحظه تحت شو تقول لنا ابوي؟ اذا احنا ماشيين مسلمين الحصى ما تكون في طريقنا، احنا نروح حق الطريق الثاني. لا هي مو هي ما لها علاقه اصلا بالمسلمين او غير المسلمين، بس هي المثل يقول حصى وزرت عن درب الطيبين، حصى درب العدلين مثلا. اعتقد ان الشر اللي هو الحصى وخرت عن الطيبين، يعني الطيبين اللي ما سووا شيء وما يضرون الناس وخرت عنهم، وخرت عن طريق يعني جمع. كان حاجز او واحد مقرب للناس مأذيهم والله يعني ابعد عنهم. بل الحمد لله حصاه وزرت عن درب المسلمين. هذه هو المعنى. هذه كانت سويلفات اليوم ان شاء الله، وتعالوا ننتقل الحين الى فقره ثانيه. عيالي، ف
فتحتوا عينكم في بيتكم على حجرتكم، هل حجرة الحين مثل الحجرة مات الأول؟ هل يسمونها حجرة ولا يسمونها دار؟ هل نفس الاكسسوارات فيها؟ هل فيها اي سي؟ هل فيها سرير وكومودينة والأشياء الحديثة هذه؟ فيه تلفون؟ طبعا أكيد لا. تعالوا نتعرف على الحجر مال الأول. هذه باب الحجرة، صيخ بالصيخ، بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم حياكم. هذه الدريشة ما تلول، غير دريشة الحين، من الخشب. تحت بنشوف الصندوق، هذه اللي حطوا فيه ثيابهم، الثياب ما عندهم كبت أول، حطوا في الصندوق هذيك. نمشي شوية وني حق هذه يسمونها الروشنة، روشنة اسمها روشنة، حطوا فيها أغراض وغيره. طبعا هاي ما شفتوها، هذه شنها المهفة، ما عندهم بنكات ولا شيء، يتهففون، ما في كهرباء عدل. زين مشينا شوي، شوف تحت قبل لا تجدمون، شوفوا تحت، هذه تحت يقعدوا عليه يسمونه دوشك، عافية عليك. وهذا مسند، جمع مسند مساند. اني بعد مره ثانيه نشوف الحين الروشنه، خلكم مني شويه. هاي بعد الروشنه، هذا شو يسمونه؟ شو يحطون فيه؟ مراش، يحطون فيه ماي ورد حق المعاريس وغيرها. زين نمشي بعد شويه عيالي، اني حق الروشنه الثانيه، هذا شو يسمونه؟ فنر. شو يحطون فيه؟ على كهرباء؟ لا غاز، هم غاز، غاز كيروسين، كيروسين، عفي عليك، كيروسين. وين اللي قال، وين اللي قال كيروسين؟ انا كيروسين، ها اللي هو الغاز، ها عدل. وبعدين في فتيلة، هذه شو يسمونها؟ هذه شمعة، شمعة ما تلول، شمعة. هذه قرشة، وهذه تمرة، وهذه فتيلة. الفتيلة تنزل إلى الكيروسين الموجود داخلها يولعونها، وتطلع طبعا دخان وغيره. حتى لما بنرقد، ها رقدتوا كلكم، ولا يقول اوف يفكون عليه ونرقد في الظلام. او الفنر هاي رقدتوا اي اوف مشين. زين اذا بنطالع فوق عيالي، نشوف السقف غير السقف اللي نشوفه في بيتنا. شوفوا فوق هذا الاطوار، هاي يسمونه دنشل، دنشل الاطوار، وفوقه البامبو، بامبو، وفوق البامبو منقرور، منقرور تحفظونه. شنو الاطوال هذيله؟ دنشل، عقب بامبو، عقب منقرور، لا منقرور. وعقب يحطون طبعا الطين وغيره ويسدونه والماء يطلع برا. وفي برا اذا طق المطر يحطون شيء يطلع من الماء، شو اسمه؟ مر مرمي، مرمية؟ مقاش مرمية؟ ها شو سمي اللي يطلع من الماي بمطر؟ مطرة؟ لا مرزام، مرزام، عدل؟ طق يا مطر طق بيتنا يدي، مرزامنا حديد، طق يا مطر طق يا مطر طق يا مطر طق. عرفت المرزام اللي يطلع من ماي المطر؟ عرفت الحين؟ هذه الحجر مال الاول، وحطوا مع ساعات منظر قصور مال الاول، اي حطوا كرفاي ساعات يرقدون عليه، بسيطة كلش، ما عندهم كهرباء، ما عندهم سرير. لكن شوفوا هذه من الطين، الطين هذه بارد في الشتاء، في الصيف بارد بعد، حطوا الدراش وتهفهم بالمهف إذا حر، وإذا حر قعدوا برا في الليوان. اللي قعدنا احنا مني هو الليوان، احنا بنطلع برويكم الليوان والشي بعد. حياكم. حياكم عيالي. قبل لا نطلع ين حين الليوان اللي قدام الحجرة، هذه الليوان اللي قدام الحجرة، إذا شفنا هني هاي يسمونها المرفاعة، يسمونها المرفاعة، إذا أكل يحطونه فوق ويغطونه ويأكلونه سأيوم ثاني ما عليه. هذه الحب يحطون فيه الماء علشان يبرد، وهذه طبعا يسمونه دراس، من يعرف
لا مو يسمونه مو كوب يسمونه جلاس نسميه البالدي البالدي يغرفون بالماء يشربونه هاي البالدي وهذه الحب الحب مصنوع من شنو ذي فخار وين صناعة الفخار في البحرين فعالي عالي ايش رايكم نروح عالي ونشوف صناعة الفخار عيالي الحلوين هذه كانت آخر فقرة عندنا في برنامجنا أتمنى أنكم استفادتوا من كل اللي قدمنا لكم عن أيامنا الحلوة أيام الطيبين أتمنى إن شاء الله لكم الصحة والعافية وألقاكم على خير في حلقة جديدة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.